هناك جولة رابعة نحضر لها من التصعيد في مواجهة العدو، لأننا بحمد الله قد قطعنا شوطا من مرحلة إلى أخرى في عملية التصعيد. هي حرب إلى ما لا نهاية، هكذا قالها الحوثيون منذ اللحظة الأولى عندما اجتاحت جحافلهم أسوار العاصمة صنعاء. يقولونها نثرا وشعرا بل ويغنونها أيضا، لا نبالي بشيء، فلتكن حربا بلا هدف، حربا ناقتها وجملها لإيران، وليأكل اليمنيون الشعارات إن ظلوا أحياء. لم يعد الحوثيون يخجلون من قولها علنا، ذهب بهم الغرور كل مذهب، سيحرقون البلاد دفاعا عن إيران، متوهمين أن مسرحيات صواريخ التحذير المسبق قد آتت أكلها. عن جهية ميليشيات الحوثي وتنطعها عبر عنها بكل صدق رجل الإعلام الأبرز للحوثيين نصر الدين عامر، حاول ترجمتها بلسان إنجليزي عبر نيوزويك: سنخوض الحرب دفاعا عن إيران. يتحدث القيادي الحوثي هنا بصيغة الجمع نيابة عن اليمنيين، لا يخفي تلهفه لاندلاع صراع شامل في المنطقة. لم تسعفه الحكمة لكبح شوقه لإحراق المنطقة بما فيها اليمنيون. تلك خطة الحوثيين لمواجهة إسرائيل: إحراق المنطقة والزج باليمنيين في حرب الدفاع عن إيران. أما غزة يريدونها جنازة يشبعون بها نواحها.